البنات اليوم جيت لكم بثلاث وصفات، الوصفات سهله ومتناول الجميع. ثلاث وصفات سهله كما قلت لكم. هذه غندير لكم الحريره لسوب ديال المايس، سهله، الماء والملح والبزار والمايس. المايس هو الذره اللي ما كيعرفوش بالفرنساويه، كتكون فيها منافع كثيره بالخصوص هذا فصل الشتاء. تتكون زعما زوينه، فيها منافع كثيره يا البنات. والوصفه الثانيه اللي غادي ندير لكم هي البيتزا بفواكه البحر. انتما كتشوفوا سهله وبسيطه، فيها غير القمرون وفيها السمك وابونا في داك الحبار ولاش كيقولوا ليه، انا ما عرفتش نيتو. ولا كان هاد الحوايج تيكونوا زوينين البنات. انتما كتشوفوا ولا كتكون درتها خفيفه ولا زوينه. والوصفه الثالثه يا البنات الكيش ديال البروكولي. نقرب لكم الكاميرا تشوفوا، لا حتى هو تيكون فيه غير البيض والملح والبزار شويه الكوزه. المهم غادي نوري لكم الطريقه انتما يا البنات. فوالا هاد ثلاث الاطباق البنات اللي غادي ندير لكم، كنتمنى غادي نديرهم لكم ويعجبوكم. فوالا يا البنات ويلا معايا الكوزينه. يلا معنا الكوزينة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لاباس كي دايرين خوتي خواتاتي ايتما ايستما قفن تيري غبارة بارة. سدر ومسكر غيات الوصفة، الوصفة البيتزا، البيتزا الفواكه البحر. لقيت ستي غير السمك فواكه زمان البحر. الوصفة الثانية راه مسكر الوصفة، الوصفة الكيش ديال الكيش راه غادي نشرح من بعد ما قسنيتي لي اخواتي اخواتي. اليوم بغيت وصفه جديده واليوم جديد، جيت لكم بجوج وصفات. الوصفه الاولى هي البيتزا، عباره عن بيتزا بفواكه البحر، والثانيه الكيش اللي غادي نوري لكم اش غادي ندير فيه. تبعوني ما تمشيوش بعيد، واليوم عاود جيتكم بالشده الامازيغيه انا بالحكم ديالي شحال من مدينه ورزازات. وانتم كتشوفوا راه تنشري ديما هادشي من تمشي من مدينه ورزازات. تحيه لمدينه ورزازات وتحيه للاطلس والشلوح من طنجه الكبيره، وتحيه للعرب حتى هما. فوالا هذا كنت تيري غباهره بكره قيمه ديدي. تبعت ديدي راه غادي نذكر صنات الوصفات ايا. تبعوني اخوتي اخوتي، انا غير شرحت لكم بحكم انني درت هاد الشده، راه درت لكم داك النهار ديك الشده، ماشي كانت تفلا ولا شي حاجه، بانني الحكم ديالي الشلحه ومره مره كندير هادشي. وصافي اخوتي تبعوني ما تمشيوش بعيد. بسم الله نبداو على بركه الله. الوصفه الاولى غادي نبداها بالبيتزا ديال الفواكه البحر. غندير واحد البيتزا صغيره، وسمحوا لي البنات عاود راه الجو هنا خايب بحال الليل. انتما شاعله عاود الضو واخا ما كيبان لكمش مزيان، سمحوا لي. هذا هو، هذه هي فرنسا، حال احوال، مره شتا مره المهم اكثر عندنا بزاف تكون شتا. بسم الله غادي نبداو. اولا غادي نوري لكم المقادير اللي غادي ندير. راه انا وجدت كلشي يا البنات، هادشي باش ما نطولش الفيديو. درت لكم الصلصه ديال الطماطم بالمطيشه والثومه والقزبر والبزار والملحه ولا كتعرفوا كلشي. هادشي هادشي كنقولها ديما كنكرر ديما المبتدئات، الصلصه ديال الطماطم هي اللي درت. غاديش ندير فيها بزاف، ندير فيها الثوم، الثوم اللي شحط معاه شويه الزيت العود والبزار والملح هلا. غادي ندير فيها هاد الفواكه ديال البحر، اش كيقولوها البحار ولا اش كيقولوا ليها، انا ما عرفتوش بالعربيه. فوالا وهاد لي كروفيت، فوالا لي كروفيت. هادشي غادي ندير في الوصفه الاولى. الوصفه الثانيه الكيش اللي غادي ندير اش كيقولوا ليه البروكولي.
غادي ندير فيها غير البروكولي والبيض ولا كريم فريش والعجينه راه حتى هي وجدتها. فاش هادشي غادي ندير في هاد الوصفه الثانيه، الا بقى لي شويه الوقت غادي ندير لكم الحريره ديال المايز. الا بقاش لي الوقت غادي ندير لكم غير هاد جوج وصفات. كنعرف الناس ما كيبغيوش بزاف الفيديو كونطوير، ولكن خوتي خواتاتي انا كنبغي ما كنديرش انا لي لايف كما كنقول لكم ديما، كندير غير لي فيديو. الفيديو باش ديري 10 15 راه مع جمعه مره غادي نكمل، غادي ندير حتى 2040 ولا ما عادش نطول عليكم البنات. العجينه راه هي عجنتها، هي خمرات انتما، هي خمرات غطيتها وكلشي. بسم الله غادي نبدا. غادي ندير لكم غير واحد البيتزا صغيره، فوالا ما بيش ندير شي حاجه كبيره. غادي غتطوي البنات هاد الطاوة الصغيرة باش ندير الكبيرة. كلشي وجد، غادي بسم الله غادي نبداو على بركة الله. كما قلت لكم غادي نقرص هاد سميتها العجينة، غادي نقرصها، غادي نحاول نديرها رقيقة، مبغاش نديرها في طبقة كبيرة كما قلت لكم. ما نطولش عليكم، غادي نقرصها وغادي نديرها في الطاوله ديالي ونرجع معكم. ما تمشيوش بعيد، قيمه ديدي دوت ثاني تبع ديدي. انا غنبقى نقول الشحه والعربيه شويه، حيت كاين بعض الناس اللي كيقولوا لي علاش ما كديريش الفيديوهات بالشحه، ولكن كاين بعض الحاجات اللي حتى الشلحه نسيتها شويه. كاين بعض الكلمات ماشي بزاف، ولكن انا راه شلحه دوريجين غراسه غراسه. واخا البنات انا راه طويتها درتها في هذه الطاوه كما قلت لكم، وهاد الحاشيه سمحوا لي اللقطه تقطعت ليا. درت هنا الفرماج، داك الفرماج غوغيي هذاك الكبير، درتو في هاد الجوانب وطويت شويه. تقدروا ديروه هكا، تقدروا تخليوه، انا غير بغيت ندير باش نشوف صافا دوني كوا. الحقيقه كنديرها ولكن ما كنديرهاش بزاف، قلت غادي نديرها الخطره. فوالا انا هنا درت هذا، وغادي نثقب سميتو الطاوة. هاد المرحلة مهمة البنات باش ما تنفخش البيتزا. حقيقة كانت تعجبني انا الا كانت زعما رقيقة سينيو. دركاش غادي ندير هاد صوص طوماط، اللي غادي ندير ديروها على الجوانب. انتما كتشوفوا غادي كنحاول نوري لكم حيت الكاميرا سمحوا لي يضروني واحد شويه. الكاميرا بعدها شويه عليا باش نبان، حيت بعض المرات كتقضني، بعض المرات تقضي غير رجليا، بعض المرات الكونتور كيدور وكيقضك اللي بغا. بعدها شويه غادي نشوف صافا دوني كوا. فوالا البنات انا سمحوا لي انا نوري لكم او ميم طون وكان نشرح لكم هذا. صافي غتقدو على هذا الشكل البنات نتوما، ولا تقدو جوانب شويه. انا قلت لكم هذه الخطره درتها غير فات الصغيره، حيت بالحكم راني درت الكيش والبيتزا بزاف. المهم كتعرفوا تكال المهم البيتزا هي ديما المحبة للكبار والصغار كيبغيوها بزاف. صافي اش غادي ندير باقي؟ غادي ندير شويه ديال البصله. حتى هي تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش، هادشي غير اختيار. ما بغيتش نشارجيها الحقيقه، كتكون حتى تكون زوينه الا ما تشارجاش كتكون خفيفه. ما
فوالا هادشي غادي ندير فيها. هايا انا درتيها البصلايه البنات، غنوري لكم دو طو دون طو جبرت هانتوما. دروك غادي ندير هاد الفواكه ديال البحر. اش كيقولها بالعربيه؟ يمكن البحار ولا اش كيقولوا ليها. قلبت عليها قبيله في الانترنيت، يمكن البحار ولا اش كيقولوا ليها. البنات تاعي راه قليل مع شويه زيت العود والثومه والقزبر والملح والبزار. تقدروا ديروا الهريسه المحبين ديال الهريسه. انا بنتي كنقول لكم ديما كنبغي ندير هادشي باش تاكل ليا، ما كتبغيش هي كتعرفوا الدري الصغار ما تيبغيوش الحروف. صافي غادي تقادو نتوما كتشوفوه، تجي زوينه البنات هانتوما. وانا البنات هادي واش غادي ندير بها؟ ندير في الاخر غادي ندير هاد، غادي ندير هاد لي كروفيت، هاد الكروفيت الصغار وسميتو الفرماج. البنات تقدروا ديروه في اللون، تقدروا ديروه في الاخر. هذا هو اختراع هو كيتحقق البنات. نقدر ندير واحد شويه في لافا لافا ما نعرف. صافي البنات كتعرفوا سميتو الفرن كديرو على 180 درجه وبيان سور خصكم تقابلوه. ديما الحاجه ما كتقابلش راه كتحرق. غنوريها هادشي كامل. انا هاد لاصوص تاعي غادي نديرها، مغاش نديها. بنات غنغسل يديا باش نتوما كنغسل يديا استسمح. ولا البنات انا كملت هانتوما كتشوفو خفيفه وظريفه شفتو. تتكون زوينه ما تكونش شارجي بزاف. ولا وكما قلت لكم غادي ندير نديرها في الفران 180 درجة وغادي نقابلها و ميم طو غادي ندير معكم الكيش الوصفة الثانية. البنات بقاو معايا ما تمشيش بعيد. البنات دروك غادي نبدا لكم الوصفة الثانية ديال الكيش ديال البروكولي. تا هي سهلة، وصفة سهلة ما تاكل فيها والو غير البيض و قجة طارية و البروكولي و الفرماج و صافي الملح و البزار. على فكره سميتها سميتو العجينه حتى هي درتها هنا وجدتها يلا خرجتها من الثلاجه باش ما نكثرش عليكم الفيديو. هي دروك نتمنى واش هادشي يبان لكم البنات. دروك غادي نبدا نكسر البيض. غادي نبدا بالبيض غادي نهرسو. ديروا على حساب الطاويه البنات. لا الا كانت الطاوه كبيره ديروا 3-4 او 5 على حساب سميتو. الا كانت صغيره ودي الطاوه غير صغيره ولا غادي درت لها غير 3 د البيضات كيكفي. انا نسيت الملح البنات، عندي شويه الملح. المهم راه كلشي المسائل طيبتهم ف نحاول البزار. هيا ندير شويه البزار. سمحي لي البنات باش نكثر، حيت البزار عندي ما عنديش البزار ابيض عندي الحار. سمحي لي عندي البزار كحل يكون شويه حار. المهم هي سهلة، ملي كيكون المسائل كلشي موجودين راه كتكون سهلة. أنا دروكا درت الحليب البنات، تقريبا نص كاس ديال القشدة الطارية. غادي نزيد فيها شوية ديال نزيد فيها شوية ديال الحليب. هي غادي نديرها نص كاس بحال هذا.
خويا غادي نرجع هادي. وي البنات انا ندير هادي غادي نورها. البنات الكوزه مهمه لان الكوزه تاهي ديرها كتكون شويه كتعطيها ديك النسمه الزوينه تيكون فيها الرقو الضوق تيكون زوين. والله عطروها ب داكشي اللي بغيتو نتوما بواحد الطريقه ديالو باش كيخدم. غادي ندير فيها البنات الفرماج، هاد الفرماج محكوك غديرو الفرماج اللي بغيتو. انا عندي هنا جوج شكل ديال الفرماج غادي انا كنفضل نديرو هنا نديرو كامل هو اللي كيعطي له كول مزيان. غادي ندير شويه ديال البصله. البصله هي الا بغيتي ما بغيتوش ما ديروهاش، انا كتعجبني البصله دونك طابت في الزيت العود كتجي زوينه. هلا قدوها في الجوالي بحال هذا فوالا قدوها. شري كاين غادي نكبو عليها هاد الخليط غادي تقادو حيت كاين الفرماج كيمشي بعد الجواري وبعد ما الجواري ما كيمشيش ليهم. شويه الماء الملحه صافي وخليتو حتى تقطر مزيان وديرو اللي ما بغاش يطيب فورو تيكون في الطفار تيكون احسن. فوالا غادي ديرو تزوقو صافي. الحقيقه هذه ديال البروكلي ما عمرني درتها، انا كليتها غير عند واحد الصديقه ديالي فوالا وعجبتني قلت علاش لا ما نجربها ونديرها لكم اول تجربه هذه. جيسبر غتكون زوينه. نقطع عليها هاد المهم راه كلشي زوين غير باش يكون واقف كيكون واقف بحال جبه الشجره مي بون كلشي كيتخلط في الكرش. قدو زوقو فوالا كوزينة بحال الفنون بحال ان بلاطو ديال بحال زعما تيرسم الرسام تيدير الالوان اللي بغا. الكوزينة حتى هي غير تيكون فيها الضوق وشوي ديال التنسيق وشوي ديال فوالا. غادي ندير كلشي هادشي مغاش نخليه باش ميبقاش ليا. كانوا في لاصالاد البنات هاد الرويو صالاتي كانوا في لاصالاد تجمعوهم على لاصالاد خضراء ولا مطيشه ولا مغاش نرميهم غادي نخليهم هكا. وانا البنات هادشي اللي كاين عرفتي عاودي ليا انا اي حاجه قصتها من السيديا سي نورمال. انا غادي حيت درت البيتزا اخرى ها نتوما تشوفوا غادي نديرها في الفران و المهم غادي نوري لكم تاتيم لا سويت سويفا.
البنات هانتوما كتشوفوا فوالا بقاو ما تمشيوش بعيد وبقاو معايا. دا كنت تيري غبارة بارا انا احبكم كثيرا كثيرا. بنات انا كملت جوج وصفات دروك راه كاينين في الطريق كيطيبوا في الفران، خدمت هاد الفران ديال الضو والاخر داك اللي شريت ديال الطرك اللي وريت لكم شنو في الفران. فوالا دروك غادي فكرت دروك مع سخون بلد الحال سمح ليا عندنا الضبابه 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 واخا ما عرفتش شحال دروك في الساعه واش 4 5 تقريبا 5 ندير لكم واحد لا سوب واحد الحريره ديال الذره كنعقل الوالده ديما كديرها لينا بالحكم حنا عندنا الذره في الجنان ديالها داكشي كنعقل عليها هذه المومو ديالي وكتعجبني ديك لا سوب البنات لا سوب ديال الذره فيها منافع كثيره وزوينه بحال بحال ديال الدشيشه بحال ديال الدشيشه وبحال ديال العدس هذه ديال المايس اللي ما كيعرفش الذره ولا المايس البنات ما فيها والو هي كتكون فيها غير الماء واللي كيطيب الملحه والزيت وشويه البزار اللي بغى اللي ما بغاش ملي كتغلى كديروا هذا وفي الاخر كديروا شويه ديال الكمون ياسير اللي بغى اللي ما بغاش اللي كيعطي لها واحد النسمه مزيانه يا البنات فوالا انا ما عرفتش غايبان لكم درت الماء يغلى هنا وغادي ندير غادي ندير الملحه واحد شويه ديال الملحه شويه ديال البزار باش نكثر البزار حيت عندي واحد لاله مولاتي كتبغيش البنات و ياسر غادي ديروا زيت العود كتعطيها النسمه مزيانه اللي ما عندوش يدير لو سيور اللي ما عندوش يدير الزبده فوالا وصافي كل واحد كيخدم بطريقه بالمويه اللي عنده فوالا انا غادي غادي ندير الماء يغلي ومني غادي يغلي غادي يغلي البنات غادي ندير معكم لا فيسيل غادي نغسل المواعن ديالي فوالا او ميم طون غنطلع على البيتزا ديالي واش طابت ولا ما طابت البنات دوكا غادي ندير معكم غسل الاواني ديالي انتما كتشوفوا فوالا ومن طوك نتسنى قلت على البيتزا راه طابت البنات جات معتبرة جات معتبرة زوينة 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 الحمد لله كما كنقول لكم ما خيبنيش الله كنفرح الا درت شي وصفة وخرجت ليا هذا غادي نأباخ ولا اللي غسلت هنا غنديروه هنا هذه هي الطريقة ديالي البنات الماء عندي ما وفي غاميزيغ ملي كيكون شي حاجه كنغسلو في ساعه باش ما يتراكمش عليا خصني واحد ندير لوغانيزاسيون حيت ملي كتخلي الحاجه راه كتراكم 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 كيكون عندك بزاف اوكي كاع حتى نكمل غنديرها بيت في البنات بيت في تربيه بيت الناس ما كيعرفوش
النيمار بزاف كنشكركم، كنشكركم بزاف الناس كاع اللي كيدعموني واللي ما كيدعمونيش، اللي كيبغيني واللي ما كيبغيونيش. كنعرفوا يوتيوب فيه كلشي، خصنا نصبروا كلشي، نتقبلوا كلشي، اللي كيبغينا واللي ما كيبغيناش. يلا بنات، وتحيه للجزائريات بزاف 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 من قلبي الخالص. البنات كنشكرهم بزاف، كنشكر حتى المغربيات وبصفة عامة المغرب كامل، كما يصبر الفتون. المهم كاع اللي كيدعموني واللي كيشجعني حقيقة، بلا دعمكم بلا المساعدة ديالكم حقيقة ما كنسمعو والو، ما نقدرش نكرهو بحكم الجزائر. كنشكركم بزاف فوالا، وكنقول لكم باش تساعدوني دو بلوس، باش نكمل حتى القناه ديالي. راه كيف ما قلت لكم انا راه عام ما كطلع في عامين عامين باقي ما كملتش واش غادي ندير. الله يهدي الناس، كندير داكشي اللي علينا فوالا، وكنتسنى وصافي داكشي اللي علينا. المهم كنشكركم بزاف البنات من طنجه للبويره، من خارج المغرب وداخل المغرب. كنشكروا كثير العائله ديالي اللي كتساعدني بزاف، والعائله ديالي والصديقات ديالي، وكنوجه التحيه ديالي بزاف 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 الملكه امسكان الصديقه ديالي ديال الطفوله، كنشكرها بزاف على الدعم ديالها. وكنشكر جميع الناس الخوت ديالي حتى هما فوالا. ومره اخرى كنقول هكا كان بروفيتي حيت كنغسل المهم، كنوجه التحيه ديالي لجميع الناس كيف لكم كيبغيوهم كيبغوني. ومره اخرى كان الشفاء العاجل للام ديالي راه ولات شويه، ولا حيت كنعرف المرض كيوريو ليها الفيديوهات ديالي. فوالا كنتمناو ليها الشفاء العاجل البنات وكاع الناس اللي مرض، كنتمناو ليهم الشفاء العاجل. فوالا انا كملت المواعن ديالي البنات، فوالا وبغيتو كنهضر معاكم دردشة بحال العادة بحال العادة. انا كاغين نوع مغاديش نتبدل فوالا. وكنبدا راه كملت معاكم هاد المواعن، غادي ندوز نوري لكم الحريرة ديال المايس ديال الدورة، متمشيوش بعيد. فوالا البنات الحريرة اللي قلت لكم المرة غلا، واش كيبان لكم ولا لا؟ هانتوما كتشوفوا، هانتوما كتشوفوا راه غلا قبيلة. وغادي نزيد ليه هاد المايس كما قلت لكم، هو راه ساهل، ملي كيغلى الما كتزيدو. وانا غندير غير نص ديال الكاس حيت هي كتكثر بزاف، راه هي بحال البنات الفلو، ما حدها كطيب وهي كتقوم في بزاف. المهم ندير غير شويه، ولا غادي ندير غير هاد شويه، والمهم غادي نشوف بحكم فوالا. درتها ديجا شحال مره، ملي كنكثرها كتكون كما قلت لكم كطيب وكتغوفل كتغوفل البنات. غادي نجيب لكم نوري لكم البيتزا راه طابت، حيت درتها في هذه الجهه. البنات خرجت سمحوا لي خرجت الفران لهذه الجهه فوالا، باش نوري لكم البيتزا. انتما كتشوفوا راه طابت، جات معتبره، جات زوينه 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 البنات. انتما كتشوفوا جات زوينه، وفاش نقول لكم انا هي مقربه الكاميرا. ولا البنات هانتوما ما عرفتش كيبان لكم هذا الشيء، ما غايبان لكم بالحكم. عاود حنا عندنا الضبابه، ولا البنات ها هي نخليها تسخن، وميم طو غادي نتسنى بالكيش ديالي باش يطيب والحريره ونرجع معكم. البنات الوصفات ثلاثه اللي كملتهم هانتوما كتشوفوا، جو رائعين البنات، رائعين رائعين. هذه البيتزا ديال فواكه البحر، انتما كتشوفوا نقربها لكم من بعد، غادي يكون شويه ما كانش الضو. انتما تشوفوا هذه ديال فواكه البحر البنات،
تجي رائعة رائعة رائعة، طيبة مقرمشة وزوينة. هذه لا سوب اللي قلت لكم ديال الحريرة ديال المايس ديال الذرة، ها هي. وهذه البنات الكيش ديال البروكولي، حتى هي جات رائعة يا البنات، رائعة رائعة. البنات غادي نوري لكم هاد جوج وصفات، هاد ثلاثه د الوصفات غادي نجلس ونوري لكم هاد الوصفات. هانتوما كتشوفوا باش نوري لكم هاد البيتزا اللي كتجي، راه قسمت ليها واحد شويه بالنص. البنات كتجي رائعه رائعه رائعه، هانتوما كتشوفوا كتجي مقرمشه وزوينه طيبه، هانتوما كتشوفوا هلا. وباقي غنوري لكم هاد الكيش البنات، حتى هو اللي طايب جا رائع 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 رائع. ولا البنات هذا هو اللي كاين، هانتوما كتشوفوا، هانتوما هاد جوج الاطباق. غادي نقول شويه حيت عييت. هاد جوج الاطباق البنات، البيتزا والكيش وسميتو والحريرة ديال المايس كتجي رائعة. فوالا سنسي فيه، هذا هو العشاء ديالنا. مبارك ما غادي نقول لكم كلشي هادشي، وبيان سور الحريرة، الحريرة ديال المايس هي اللي كتجي رائعة. انتما كتشوفوا راه قلت لكم هي خص هي بحال الفلو، بويسك تتجلس تتجلس شوية بويسك تتقصح، هي كاع المهم هي مزيانة. الا نطو الصبح وبقى فيها شوية كتزيد غير واحد شوية بالماء، كتجي رائعه يا البنات. غادي صحتكم وريحتكم واللي كيتوحم حقو في الجنه غادي نذوقها. اش نقول لكم هائله يا البنات، والله رائعه رائعه. وانا البنات هادشي غادي نقول لكم، ما غاديش نطول عليكم. الى عجبكم هاد ثلاثه ديال الاطباق اللي درت، ما تدخلوش على جيم والبارطاج، حيت القناة ديالي باقي صغيرة صغيرة، وكما قلت لكم انا غادي في عامين باقي ما كملتش، ما كنديرش لي لايف، وانا كندير بزاف، كنبغي بزاف ندير الكوزينة شي ميو، ما عرفتش علاش. ولو الا عجبكم ديروا لي جيم، ما تخش القناة ديالي كارين كارين نور، دخلوا القناة ديالي، مرحبا بكم. ولو واش غادي نقول لكم، الى اللقاء. السلام عليكم.